بالباركينج مش بالشارع. بعدين انا زعلان منك، لا تحكي معي. لا خلاص ما يزعل، بمزح. لا خلاص يا بنت، طبعا طيب يا جماعة، واحدة بتقول للتاني تعال ناكل توست بالتونة، بتروحوا؟ كيف بتروح يعني توست بالتونة؟ تونة ياي توست أكل ياي، تعرف راح تحس بلحظة طب سعادة. ورحتي أكلتي توست بالتونة؟ أيوة مع ميك تشيك فريز. طب أنت المعدة لو نطقت ماذا سوف تقول؟ أو تعرف إني اكتشفت إن اليوم طويل، والله أقسم بالله اكتشفت انه اليوم ما كان قصير مثل ما كنت اظن، بس انا اللي كنت شو انام في اليوم نص اليوم، فاكتشفت انه لا اليوم طويل والله. ترى ونروح نفطر ونسوي أشياء. رحت سويت الصالون، وديت ليونا للصالون، ورحت انا للصالون، بعدين رجعت رحت لبست ملابسي ورحت للمول، رجعت من اللون تخيل، رجعت من المول الساعة 3، ضاع الوقت ما عرفت شو اسوي، رجعت نمت. رجعتي من المول 3 العصر؟ ايوه تخيل، واليوم احس اليوم يعني ما عرفت شو اسوي فيه، كانه في ضل كذا. مهم مهم، شو هالتسريحة الشعر حاليا؟ ايش فيكي؟ صار لي زمان ماني شايفك والله. شو رايك بقعقع نصتي؟ قعنوصتي. صار لي زمان ماني شايفك يا دودو. والله من زمان. شوف تعال ابى العب مع الدلافين. متى؟ انت تعرف مكان دلافين؟ اوه والله. ما انا رحت اهرجيك صوري مع الدلافين. تعي يلا، تعي اهرجيك صوري مع الدلافين. يا جماعة الفعالية غلط تالية، بكرة اروح، ممكن بكرة دير بالك تطلع لنا صورة بالغلط، لا لا تخافي. او تطلع صورتي بدون فلتر اللي كنت تصورني، وبعدين اروح اضبطها انا وبعدين احطها في انستغرام. أفرجيكي كمان؟ ليش منزل صورة مع الدلفين وانت تبوسها؟ ما عندها أهل؟ هلا شو راح يشوفوا هلا لا، الصورة؟ أخذت إذن من أبوها، كان أبوها جنب ليكو، أبوها كان عبوسني أصلاً. ليش تفضح دلافين الناس؟ ما هي كمان باستني. جاي مهم، ليش؟ بدك تلعب مع الدلافين؟ ليش الدلفينة باست نور؟ بدك تلعبي مع، بدك تروحي تشوفي الدلافين ايوه بكره ممكن. بكره؟ لا لازم احكي معهم قبل، مو هيك دايركت. صار الساعه 3. طيب كان اعطوني موجود الموقع. لك لحظه اسكر، وين كان الموقع؟ عملت لهم بوت انا اعلان. اسمعي خلاص، بس اخلص لايف ببعثه لك. اسمعي، فوت على الانستغرام، في صور منزلهم مع الدلافين، حيطط لهم منشن. اوكي شوف، قول لهم كولابريشن، ما ندفع قريشك. ما عليك انا عارف جوك، انت مستحيل، انت زرعتي على الصالون عشان قص اظافر ما تدفعي. انا شهرتك كده تروح فطيس. خرب بيتها يا جماعه، ما بتدفع شي بحياتها ابدا ابدا. بس هذا الصح، كفو عليكي يا مدود. انا مفضوحه كده على الفاضي. قسما بالله، حتى اذا اخذت لونا على الصالون عشان نقص اضافه، كمان هتعمل اعلان للصالون عشان لونا من عدم ما تدفع على مصاري. ايوه عشان لونا هاشتاج طالع ترى. حلو. وين الدلافين؟ في اي 2000؟ شفتوه. واو كيوت. هل الدلفين يقدر يبوسني كده ولا النفسيه؟ لا لا، يبوسك يبوسك، وإذا ما قبلت يرجع. وحتى مو بس يبوسك، تطلعين كمان عليه ويسوق فيك المي. نفس اللي في المغرب. اي ما هو دلفين، يعني ما اقول دلفين دبي غير دلفين المغرب. ما كلتهم حيوانات نفس الفصيلة. جلست معايا واحدة فرنسية وتقول لي لا تمسكي، لا تجرحي، لا تلمسي أظافرك، ديري بالك، لا جرحتي، لا حسس، لا شوفي، ليش زعل الدلفين. والله العظيم يا ريتني دلفين. بس تعال أنا أسبح معاه عادي، ولا يقولوا لك لا لفة ورجع؟ لا، تسبحي معاه عادي وتطعمينه وتتصوري معاه ويسوي لك حركات ويرقص معك ويطلع أصلا لبرات المية تلمسينه.
ممكن اسوي معاها فيديو يرقص تيك توك. ما انا سويت، انا سويت فيديو يوتيوب معه، يوتيوب 20 دقيقة. تعرف تعرف معلومة انه صوت الدلفين يحطوه للطفل المتوحد. هو عندي المعلومة بس نسيتها. هو في معلومة ولا بس نسيت والله. صوت الدلفين علاج والله للطفل المتوحد. طب سؤال، انت عم تحكي، انا قلت لك انت كذابة. ما اعرف، حسيتك بتكذبني او يمكن كشفتني وانا مهم مهم. دودو تعالي نشوف. اه كشصة اللي ما شايفك اخر شي شفناه بعض بالمول. انا والله انا دا اشوف. انا عزمتك على البادل ما اجيت. ها انت ما دقيتيلي اخر الليل يا كذاب. مو قلت لي اتصلت عليك؟ قلت لي انا راح انام بس اصحى اتصل عليك. اختفى نور ولا شيء. بعدين شفت سناباتك انت رايحه بالبدل ما دقيتي لي. خلاص انت ما جاوبتني وتعرف ان عندي كرم. طيب هاي واحد، يلا 1-0. طيب اثنين. الاثنين قلت لك تعال تاخذ الطست تاكل الطست ونجلس فطور جميل. قلت لي نو 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 نو. انا لسه ما نمت. انت بس ما نمت وانت تطعميني تونه مع 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 توست كيف؟ قلت لك تاني ذاك اليوم ايوه عشان بس اعدل لك الجمايل. طب قلت لك ذاك اليوم شو قلت لي؟ اه قلت لي انك رايح شو ذاك المكان قلت لي رايح فيه مع اصحابك شيء. لحظه لا تجيب العيد، بس ايش المكان؟ اه حفله عيد الميلاد. ايوه آه. علي وانا شو كتمتها في قلبي. دعيت عليك بس نص دعوه شويه خفيفه يعني مو كثيره وخلاص ونمت. طب اسمعي، في عندي طلعت صحراء مع اصحابي. عادي طلعت الصحراء قديمة بتقولها لي ولا مره عزمتني على افعى. ما انت كمان ما بتجي، انت اللي ما بتجي. انت بدي اقول لك وينك؟ والله قاعد اشوف مسلسل وعايفه نفسي وليونه قاعده تعيط ومكتئبه معاي. طب شو خص امي باليونه؟ انا بدك تجي تعالي. يلا انت حكيتي كل شيء علي، صار دوري. يا جماعه بنبعث لها دعاء على الواتساب. دودو كيفك؟ طمنيني عنك. ايمت بترد؟ 7 الصبح. كون انا بعت لها متى؟ مثلا بعت لها 12 الظهر، بروح اليوم هيك 7 الصبح. ها كيفك؟ ايه بتروح معي على الببجي؟ طب انا عم بسالك فوق سؤال سؤال يعني مهم. خلصنا من هاي السالفه. شو وين كنتي؟ والله ما كان لي نفس، مقفله التليفون وشغلة المسلسل وقاعدة مع ليونا. تتذكر اليوم قفلت التليفون عليكم؟ غريبة يا جماعة، قسما بالله تصرفاتها غريبة. فجأة بتحط وضع طيران وخلص. لا هي مو مزعوجة ولا مكتئبة ولا شيء، بس هيك حط وضع طيران. طب ليش طيب؟ أحب أجلس مع نفسي أحاسبها. اجيني اجيني والله اجيني احيانا كده مش اكتئاب، يجيني هذا شيء كده فسفوسي. لا مش اكتئاب، لانه انت ما عم بتحكيني بتكون عم تضحكي، بس انه هيك مطفيه التليفون مش اكتئاب. مش اكتئاب صح، امراض نفسيه شكلها. والله هيك فجأة هيك يا جماعة، حس إنه بدها خلص تتسمع الحلقة التلفزيون هاي المسلسل اللي عم تفرجه وما بدها ما في انقطاع، ما في انقطاع. ما بشوف لا سوشيال ميديا، بطفي التليفون بطفي الإنترنت. بس والله أشوف عادي اللحظة تجيني كأنها يعني لحظة يعني خاصة أحس بها بتجديد ال 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 الجلد. افعى. طيب احكي لي احكي لي احكي لي دودو، اكثر لحظات انت بتكوني سعيده فيها؟ قائم ها، اكثر لحظات انت بتكوني سعيده فيها؟ اكثر لحظات اكون فيها سعيده لما يكون البيت نظيف منظف مره توه نظفته الشغاله، ويكون فيه ريحه كده ديتول، ويكون في عطر حلو، واحط شمعات تبع هدول المعطرات، واحط مسلسل الخائن، واجيب الادمامي، واجيب النودلز، واجيب العواصر وكده واحطهم جنبي، واليونة جنب جالسة ريلاكس، والاضواء خفيتة، واني جالسة. اسعد لحظات حياتك.
ايوه احس اني انا شو في سلام، تحسي حالك انك بامان وكذا. ايوه انه ما في ضجيج، ما في احد يقول لي شيء، ما في ما بسمع شيء، ما بشوف، ما بعرف، ما بطفي التليفون وبريلاكسات. ايوه بهاللحظات نحن بنتصل لها يا جماعه لحتى نطمن عليها، غايبه يوم كامل وينك؟ اخر شيء بتفتح بعد 7 الصبح بتقول لك والله كنت بتفرج على المسلسل. مهم مهم مهم، يلا نعمل فعاليه، فعاليه الدلافين. الدلافين ضرورية، ها لا تنساها خلاص بليز. والله راح احكي لك ياهم، وراح خليهم يصوروا لك فيديو ريل. والله نفس اللي مسوينا في المسبح، الأكبر مسبح في العالم. نفسه. والله والله أنا اشتقت للمية والبحر طب والسباحة. انت كمان كلمي هدول الغوص، نروح نغوص هالمرة. ما بيجاوبوا، سحبوا عليا بعد ما سويت لهم الدعاية. لا أنا بعتت لهم مرة واحدة في الواتساب بس، هلا بتصل عليهم بكرة، شو رأيك؟ اتصل عليهم خلينا نروح.